التقويم الهجري المعتمد في الدين الإسلامي هو تقويم قمري لأنه يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر، ويستخدم في كافة البلاد الإسلامية كالمغرب العربي والخليج العربي، ويعتمد هذا التقويم كتقويم أساسي لتحديد الأعياد والمناسبات الإسلامية. وفيما يلي سنتحدث بشكل مفصل عن الأشهر الهجرية وأهم خصائصها. التقويم الهجري أنشأه خليفة رسول الله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجعل هجرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في 12 من ربيع الأول، وهو 24 من سبتمبر من سنة 622، اتخذه مرجعا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته بالتقويم الهجري. وهذا التقويم يعتمد بشكل أساسي على الميقات القمري الذي أمر الله سبحانه وتعالى باتباعه، وذلك حسب ما جاء في الآية الكريمة التالية بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وال4 الحرم هي عبارة عن الأشهر القمرية رجب ذو القعدة ذو الحجة ومحرم، ولأن الله نعتها بالدين القيم فقد حرص أئمة المسلمين وأهل الإسلام منذ بداية الأمة أن لا يعملوا إلا به. وبالرغم من أن التقويم أنشئ في عهد المسلمين، إلا أن أسماء الأشهر والتقويم القمري كان يستخدم منذ أيام الجاهلية. وأول يوم في هذا التقويم هو الجمعة 1 محرم الأول هجري، الموافق ل16 من جويلية سنة 622. ويتكون العام الهجري من 12 قمرا شهرا قمريا، أي أن السنة الهجرية تساوي 354 يوما، والشهر في التقويم الهجري إما أن يكون 29 أو 30 يوما. ويوجد فارق في الأيام بين التقويم الهجري والميلادي، لهذا فإن التقويمين لا يتزامنان، مما يجعل التحويل بين التقويمين أكثر صعوبة. وسميت الأشهر الهجرية بأسمائها التي نعرفها سنة 412 ميلادي وقبل البعثة النبوية ب150 عاما، حيث اجتمع العرب سواء من رؤساء القبائل والوفود في حج ذلك العام لتحديد أسماء جديدة للأشهر يتفق عليها جميع العرب وأهل الجزيرة العربية، بعد أن كانت القبائل تسمي الأشهر بأشهر مختلفة. الأشهر الحرم هي الأشهر التي كان يعظمها العرب المسلمون ويحرمون القتال وسفك الدماء فيها، وهذه الأشهر هي ذو القعدة ذو الحجة محرم ورجب، وهذا ما جاء في العديد من الآيات القرآنية الكريمة مثل قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحرسوهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. أما الأشهر التي لم يحرم القتال خلالها وهي صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، شعبان، شوال، ورمضان، وهي المسمات بالأشهر الحل. تحتل الأشهر العربية مكانة مهمة جدا في الشريعة الإسلامية، حيث يعتمد عليها للقيام بالعديد من الفرائض المهمة مثل فريضة الصيام والحج، وفيها بعض الأيام التي تختص بفضائل محددة كأيام العشر من ذي الحجة، يوم عرفة، والعاشر من محرم، والأيام التي تنتصف الأشهر والتي يكون فيها القمر بدرا، وهذه الأيام يستحب فيها الصيام. تتألف أشهر السنة الهجرية من 12 شهرا. أولا شهر محرم، هو الشهر الأول من الأشهر الهجرية والتقويم القمري، وقد حرم الله سبحانه وتعالى القتال في هذا الشهر. ويقول علماء المسلمين بأن محرم هو من أفضل الأشهر الهجرية، وسمي بمحرم لأنه من الأشهر الحرم التي حرم الله تعالى القتال والغارات والحروب فيه، وكانت تقام فيه الأسواق التجارية وتبادل الحاجيات في الحجاز والسوق عكاظ. وكان المسلمون قد أطلقوا على شهر محرم عدة أسماء قبل أن يسمى محرما، مثل المؤتمر وناتق، حيث كانت تقام فيه المؤتمرات المهمة لتبادل النصائح والمشاورات عن مدى إمكانية القيام بالحرب أو تأجيلها. ولشهر محرم العديد من الفضائل المهمة، حيث أن صيام النوافل في شهر محرم له أهمية كبيرة بعد صيام شهر رمضان المبارك.
وهذا ما جاء في حديث لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ثاني الأشهر الهجرية هو شهر صفر، وهو الشهر الثاني من الأشهر الهجرية، وقد سمي بهذا الاسم لأن العرب كانت تترك بيوتها تصفر من الناس خلالها ويخرجون للحروب فقط. وهناك سبب آخر لتسمية هذا الشهر بصفر، وهو أن العرب كانوا يتركون الأعداء صفر المتاع وقت الغزو والحروب كدليل على القوة والشراسة والبأس. وفي شهر صفر قام المسلمون بالعديد من الغزوات مثل غزوة الأبواء، ويقال لها ودان، وهي أول غزوة غزاها بنفسه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت في صفر على رأس 12 شهرا من مهاجره. وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب وكان أبيض، واستخلف على المدينة سعد بن عبادة، وخرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش، فلم يلق كيدا. ثالث الأشهر القمرية أو الهجرية هو الشهر الثالث من شهور السنة الهجرية، وسمي بربيع الأول، سمي بهذا الاسم في عهد كلاب بن مرة، وقد سمي بهذا الشهر بربيع الأول نتيجة عدة روايات، منها أنهما سميا بشهري ربيع لأنهما حلا في فصل الربيع عند تسميتهما. ومن أهم الأحداث التي وقعت في هذا الشهر هي ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الشهر كانت غزوة الجندل. رابع الشهور القمرية ربيع الثاني أو ربيع الآخر، وهو الشهر الذي يأتي بعد ربيع الأول، وسمي بهذا الاسم لأنه كان يعقب شهر ربيع الأول. وأهم الأحداث التي وقعت في هذا الشهر هو أن صلاة العصر أصبحت فيها 4 ركعات، وذلك في السنة الأولى للهجرة. وفي ربيع الثاني من العام التاسع للهجرة، أي سنة البراءة، كان يسميها المسلمون قبل اعتماد التقويم الهجري. الشهر الخامس هو شهر جمادى الأولى، سمي بذلك لوقوع تسميته في فصل الشتاء، واسمه مأخوذ من جمود الماء إذا وصل لدرجات حرارة منخفضة. وقد وقعت العديد من الأحداث والغزوات في هذا الشهر، ومنها غزوة العشيرة على رأس 16 شهرا من الهجرة، وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مدلج وحلفاؤهم بني ضمرة، ورجع ولم يلق كيدا. غزوة ذات الرقاع أيضا، وغزوة أجنادين بين المسلمين بقيادة عمرو بن العاص وأبو عبيدة بن الجراح، والروم بقيادة القبلان، حيث هزم المشركون وقتل قائدهم وأجنادين في موقع على أرض فلسطين بين الرملة وبيت جبرين. سادس الأشهر القمرية هو جمادى الثانية أو جمادى الآخرة، والشهر السادس من التقويم الهجري والشهور العربية، كلها مذكرة إلا جمادى الأولى وجمادى الثانية فإنهما مؤنثتان. وقد سمي الجماديان بهذا الاسم في عهد كلاب بن مرة الجد الخامس للرسول. وتذكر الروايات أن السبب في تسمية هذا الشهر أن الماء كان يتجمد فيهما من شدة الصر أو البرد القارس. ومن العرب من كان يسمي فصل الشتاء كله جمادى، سواء اتفق أن جاء الشتاء فيها أو في غيرها. ويبدو أن المناخ في فصل الشتاء كان شديد البرد في الوقت الذي كانت تحل فيه الجماديان، خاصة شمالي الجزيرة العربية، حتى أن الناس كانوا يموتون في زمهرير الشتاء. وحدث أن أمطرت بلاد تيماء بردا كالبيض في جمادى الأولى من سنة 226 هجري، فقتل منهم عددا كبيرا. الشهر السابع هو شهر رجب، ومن الأشهر الحرم الأربعة، ويطلق عليه كذلك اسم مضر. قد سمي شهر رجب بذلك لأن العرب كانت ترجب رماحها، أي تنزع النصل منها وتتوقف عن القتال فيه لحرمته عندهم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماء الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ومن أهم أحداث هذا الشهر هي حدثت فيه حادثة الإسراء والمعراج، كما أمر الله بتحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة في منتصف شهر رجب في السنة الثانية للهجرة، كما ورد عن ابن عباس. الشهر الثامن من الأشهر القمرية هو شهر شعبان. تعددت الروايات التي تحدثت عن سبب تسمية شهر شعبان بهذا الاسم، فقيل لأن العرب كانت تتعذب في المناطق بحثا عن الماء، وقيل لأنهم يتشبعون وينتشرون بقصد القتال بعد أن امتنعوا عنه في شهر رجب،
وقد حفل شهر شعبان بالعديد من الأحداث التاريخية المهمة في حياة المسلمين. ففي هذا الشهر أمر الله تعالى المسلمين بالجهاد في سبيله، وفي هذا الشهر حدثت غزوة بني المصطلق. غزوة بني المصطلق التي انهزم فيها المنافقون وانكشفت خدعهم ومخططاتهم، كما ووقع غزوة بدر الصغرى. الشهر التاسع في التقويم الهجري هو شهر رمضان، يأتي بعد شهر شعبان، ويعتبر هذا الشهر مميزا عند المسلمين وذو مكانة خاصة عن باقي شهور السنة الهجرية. فهو شهر الصوم الذي يعد أحد أركان الإسلام، حيث يمتنع في أيامه المسلمون عن الشراب والطعام، مع الابتعاد فيه عن المحرمات من الفجر وحتى غروب الشمس. ولقد اشتق اسم شهر رمضان من الرمد الذي هو اشتداد حرارة الحجارة في الصيف، ومنه اشتق اسم الرمضاء أي الصحراء لشدة حرها. وقد سمي رمضان بذلك لكون تسميته جاءت وقت اشتداد الحر في الصيف. وردت العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تتحدث عن فضل شهر رمضان، وعن الثواب الذي يجنيه المسلم جراء تأديته فريضة الصيام. الشهر العاشر شهر شوال، يحتفل المسلمون فيه بعيد الفطر الذي يعتبر من أجمل أعياد المسلمين. وقد سمت العرب هذا الشهر بشهر شوال من تشول الأيل أي جفاف لبنها وضعفه. وهناك رواية أخرى عن سبب تسمية هذا الشهر بشوال، وهي أن الثمار والمزروعات تصيبها الضعف نتيجة ارتفاع الحرارة والجفاف. الشهر الحادي عشر شهر ذو القعدة، ومن أسباب تسمية هذا الشهر بذي القعدة هو أن العرب قبل الإسلام كانوا يقعدون فيه عن القتال والترحال، وهو من الأشهر الحرم التي حرم القتال بها، وهو الشهر الحادي عشر من السنة الهجرية وأحد أشهر الحج. ذو الحجة هو الشهر الثاني عشر من السنة الهجرية والشهر الثاني من الأشهر الحرم، وسمي بهذا الاسم في عهد كلاب بن مرة لأنه يكون الحج فيه، وهو آخر الأشهر المعلومات، حيث قال تعالى في آياته الكريمة: الحج أشهر معلومات، وفي اليوم التاسع من هذا الشهر يكون يوم عرفة ووقفة عرفات، أو ما يسمى بيوم الحج الأكبر، ويكون اليوم العاشر من ذي الحجة أول أيام عيد الأضحى المبارك عند المسلمين.